نذهب بك ونمضي إلى الانتباه، ومنها نطالع نيويورك تايمز. فاغنر نالت امتيازات تعدين لسيل من ذهب السودان. كشف تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز عن وجود مصنع يخضع لحراسة مشددة محاط بأبراج لامعة يسميه السكان المحليون بمنطقة العبادية بالشركة الروسية، وهو في الحقيقة واجهة للمنظمة شبه العسكرية فاغنر واطدة العلاقة بالكريملين. وقال إن نشاط فاغنر في السودان ثالث أكبر منتج للذهب في القارة يكشف عن مدى تمددها وتعدد مهامها، فقد حصلت على امتيازات تعدين سودانية مربحة تنتج سيلا من الذهب يعزز مخزون الكريملين البالغ 130 مليار دولار، والذي يخشى المسؤولون الأمريكيون أن يتم استخدامه لتخفيف تأثير العقوبات الاقتصادية في حرب أوكرانيا ومن خلال دعم الروبل. وفي شرق السودان يقول التقرير إن فاغنر تدعم مساعي الكريملين لبناء قاعدة بحرية على البحر الأحمر لاستضافة سفنها الحربية التي تعمل بالطاقة النووية. يعني أستاذ طاهر، هذا التقرير أو التحقيق لنيويورك تايمز، برأيك بماذا تعلق على ما ورد في هذا التحقيق من معلومات مهمة فيما يخص فاغنر، فيما يخص امتيازات تعدين، قاعدة عسكرية وما شابه؟ منذ فترة كانت بعض المواقع الإلكترونية تسرب معلومات عن وجود فاغنر في السودان، لكن أول تحقيق مهني يتبع الأسلوب الملتزم في التحقيقات الصحفية هو النيويورك تايمز. أنا أعتقد أن هذا التحقيق سيحدث ضجة كبيرة بمجرد نشره منذ الأمس، تم تداوله بكثافة كبيرة جدا، يفتح أبواب كبيرة وأسئلة كبرى حول حقيقة وجود هذه الشركة المشبوهة في السودان. كلنا رأينا وشاهدنا التقارير عن وجودها في ليبيا وكيف أضحت مؤثرة في الملعب الليبي ووجود في عدد من الدول الأفريقية وتأثيرها. هذا الأمر خطورته أنه بيؤدي بالسودان إلى مناطق تؤدي إلى الحظر وغيره. طيب، يعني مع هذه النقطة أن تذهب إلى الحظر، هذا التحقيق لا يتطلب من الجهات المختصة يعني في السودان كشف المعلومات بشأن الشركات الروسية العاملة في الذهب، وما هو المردود الاقتصادي من عمل هذه الشركات داخل البلاد؟ يعني واحد من الأشياء، خلينا أبدأ بالجزء الأخير تاع المردود الاقتصادي. نحن بنتكلم إنه الربع الأول صادرات الذهب لم تتجاوز 723 تقريبا طن كيلو، سوري، دي نسبة 723 مليون دولار، سوري. هذا المبلغ الضئيل مقارنة بالأحجام التي يتم رصدها بيورينا أنه في إشكالية، وكلنا بنتحدث عنها لسنوات وبنطالب بأنه تقام بورصة الذهب، لأنه في ذهب بيتم تهريبه أو لا يظهر في الموازنة الرسمية في الدولة. لو صح هذا التحقيق، إذن هناك ذهب يخرج دون أن يؤثر على الاقتصاد السوداني إيجابا. الأمر الآخر أنه الجهات المعنية تحديدا جهاز المخابرات العامة هو المسؤول مسؤولية تامة عن العمل الخارجي ومثل هذه الشركات. لا أعتقد أن هذا التحقيق سيمر مرور الكرام، سواء من قبل جهاز المخابرات العامة مؤسسات الدولة. مؤكد أن هذا الأمر لو حقيقي ما تم دون علم المؤسسات الدولة، مؤكد أنها بتعرف، فبيبقى الشفافية أين وكيف مؤسسة زي فاغنر المشبوهة دي تكون موجودة، خصوصا نحن بنسمع انه رفض للتدخل الدولي. هل هناك أسوأ من وجود شركة روسية شبه عسكرية؟ يعني هذا يقود الى سؤال مهم جدا فيما الشركات التي حولها شبه، الى اين يمكن ان تقود البلاد؟ كيف سيتعامل المجتمع الدولي مع هذا التحقيق وما فيه من معلومات، يعني مع خاصة مع الصمت الداخلي؟ يعني عشان نقرب الصورة، المالك بتاع نادي تشيلسي الانجليزي اي نعم، وصل انه باع شركه من شركاته قيمه اسهمها 500 مليون دولار، باع بسعر دولار واحد بس. ده من تاثير الحظر الاقتصادي الذي تم على رجل الاعمال الروسي المغرب من بوتين في ظل الصراع الروسي الامريكي الكبير اللي بيشهده العالم الان،
ويكاد يعيد العالم إلى الحرب الباردة. فإذا حدث لرجل الأعمال الروسي ده في إنجلترا مثل هذا، ماذا سيحدث للسودان في أفريقيا في وجود شركة مثل فاغنر لو صحت التحقيقات التي أجرتها نيوزويك؟ كيف يمكن أن تقرأ هذا الخبر مع زيارة موليفي يعني التي تحدثنا عنها قبل قليل المسؤولة الأمريكية للسودان؟ مؤكد أنه تسريب هذه المعلومات أتى في هذا الوقت مع الزيارة مع عدد من الشواهد، لا يتم الأمر اعتباطاً، مؤكد أن هذا التحقيق في هذا التوقيت بالذات مع الزيارة واحدة من وسائل الضغط كشف المعلومات. ليه ما كشفت قبل شهر أو قبل شهرين؟ لكن يبدو أن هناك دوائر عدة تحاول ممارسة الضغوطات. هل هذا يشير ويعزز المعلومات التي كانت تنتشر من عديد من التحليلات وعديد من الخبراء بأن الجانب العسكري الآن في السلطة الذي يحكم السلطة في الخرطوم يعني مدعوم دعما مباشرا وواضحا من خلال المعسكر الروسي، مما يعزز هذه الفرضية من خلال هذا التقرير أو التحقيق؟ لا أعتقد أنه بنسبة 100%. يعني خلينا برضو نتوقف في أن السودان وقع على اتفاقية الدول المشاطئة في البحر الأحمر قبل حوالي أسبوع. صحيح. علاقة هذا الأمر بالمعسكر الروسي مؤكد تختلف تماما، لأن روسيا كانت تحاول أن تبحث عن موضع قدم في البحر الأحمر، بموجب توقيع السودان لهذه الاتفاقية يصعب هذا الأمر. فهي مسألة شد وجذب ومحاولة مناورات يمارسها الجميع سواء هنا أو في روسيا.